يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا هو من نصحني فإني من أهل النصح قابل، وإن نصح لخلق الله للنصح باذل، حرت في وقت ما حد فيه بالعلم عامل، من بحثت معه تدركه بالدين جاهل. من نصحني فإني من أهل النصح قابل، وإن نصح لخلق الله للنصح باذل، حرت في وقت ما حد فيه بالعلم عامل، من بحثت معه تدركه بالدين جاهل. وإن سالك سبيل العارفين الأفاضل، الدعاة الهدى الناصحين الأماثل، نالوا المرتقى العالي بحسن الشمايل، بذلوا الوسع في تعديل مكان مايل، فانبسط نور علم الدين بين القبائل، وانتشر منه بين الناس مكان خامل. يا لهم قوم نابوا عن ختام الرسائل، بلغوا دعوته حتى انتبه كل غافل. وهل ذا العصار كل بالمحال الذاهل، ما لهم هم إلا في اكتساب الرذائل، في فضول أو نزول أو فكر في حظ عاجل، ربي غثنا بداعي حق بالصدق قايل. تنتشر دعوته في كل عالي وسافل، يظهر الدين وأهله في جميع المنازل، فالنوادي ابن راشد كان ما والفضائل، كم وكم فيه من عالم وعارف وفاضل، كم وكم قد رأينا في وارث وكامل، كم حضرنا مجالس، كم سمعنا شمائل، كم مجامع شهدنا سرها، كم محافل، شي حضرنا بالبكرة وشي بالأصايل، ما لأربابها فكرة سوى في المسائل، قيدوا من علوم الشرع مكان هامل، ربي غثني فإني قمت بالباب سايل، للطب المصطفى عبدك إمام الأكامل. سلك يا الله بحق غيث للقطر عاجل، فإنه أعظم سند يرجى وأعلى الوسائل، غث عبادك بجاهه واكفهم كل شاغل، يا دارك يا دارك ضاقت علينا الحواصل، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم
لقيتم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله على هذا الاجتماع المبارك، ونسأله تعالى أن يتقبلنا وأن يتقبل أعمالنا على ما كان فيها من خلل أو نقصان، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. حياة المسلم أيها الأحباب غنيمة كبيرة، على المسلم أن يغتنم حياته في فعل الأعمال الصالحة مهما قلت تلك الأعمال الصالحة. من يدري، لعل الله يقبلك على عمل صالح بسيط أنت تعتقد أنه بسيطا وهو عند الله عظيم. وعلى هذا على المسلم ألا يفرط في حياته وفي ساعاته في أوقاته في اغتنام تلك الأعمال الصالحة، وأن ينوع تلك الأعمال الصالحة. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وفي جلسة من جلسات النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: من أكثر من الصلاة يدخل الجنة يوم القيامة من باب الصلاة، ومن أكثر من الصيام يدخل الجنة يوم القيامة من باب الريان، ومن أكثر من ذكر الله تعالى يدخل يوم القيامة الجنة من باب الذكر، ومن أكثر من الصدقات يدخل الجنة يوم القيامة من باب الصدقات. وعدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا كثيرة، وكان في ذلك المجلس سيدنا أبو بكر حاضرا. قال: يا رسول الله، وهل يدخل أحد من أبواب الجنة كلها؟ قال له النبي: نعم، وأرجو أن تكون يا أبا بكر منهم. وهكذا الإنسان دائما لا يدري بأي عمل من الأعمال أن يقبلك الله سبحانه وتعالى به. ومن ذلك لما توفي أبو العالم أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وكان مؤلفا لكثير من الكتب، وكان عالما عظيما، رآه في المنام بعض أصحابه، قالوا له: ما فعل الله بك؟ قال: لم ينظر الله سبحانه وتعالى إلى تلك المؤلفات كلها، غير أنه نظر أو رحمني برحمة ذبابة وقفت يوم من الأيام على سن القلم، فرحمتها فوقفت الكتابة حتى أكملت مهمتها من ذلك القلم، ثم طارت رحمنا الله برحمة تلك الذبابة. هذا عمل بسيط جدا، لعل الله هكذا يرحم الإنسان برحمة يعني أعمال بسيطة لا يدركها الإنسان. ومن ذلك لما أتت امرأة، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تطيل الصيام وأيضا تقوم الليل غير أنها تؤذي جيرانها، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: هي في النار، لأن أذية الناس يعني عمل كبير يقدم الإنسان ربما أدخله النار، لكن الأعمال البسيطة والأعمال الصالحة هي التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحباب، الإنسان دائما مأمور بأنه دائما يقوم بالواجبات في حياته، وكذلك أيضا له حقوق، ومن الواجبات التي عليه يعني بيننا وبين ربنا الصلاة، وكذلك الصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، هذا بيننا وبين ربنا، أن نكمل هذه الواجبات على أكمل ما يكون حتى يقبله الله سبحانه وتعالى مننا. وهناك واجبات أيضا تختص أيضا بالآدميين، مثلا بيننا وبين أخواننا المسلمين واجبات، مثل بر الوالدين، وكذلك صلة الأرحام، وأن تكون أيضا ناصحا لإخوانك المسلمين، أن تكون قدوة صالحة في مجتمعك حتى يقتدي بك الآخرون، وهكذا. هذا واجبات على الإنسان أن يقوم بها. وهناك بالمقابل أيضا هناك يعني حقوق، لكل واحد مننا حقوق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست. ما هي حقوق المسلم يا رسول الله على أخوانه المسلمين؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيت أحد من المسلمين تسلم عليه، هذا حق من حقوق المسلمين، لأن السلام عنوان للإيمان، وعنوان أيضا للأمان، وعنوان أيضا حتى لدخول الجنة. ألم نسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا،
الإيمان شرط لدخول الجنة، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. لا ينبغي أيها الأحباب أن نضر أخواننا المسلمين بأي ضرر، إما غيبة أو نميمة أو نتكلم عليهم، هذا مما يمنعنا من دخول الجنة، وإنما المحبة مطلوبة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام. هذا السلام دليل المحبة، المحبة بينك وبين أخوانك المسلمين حتى يكون سببا في دخول الإنسان الجنة. وأيضا إضافة إلى ذلك، هذا هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أنس رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال له: يا أنس، إذا لقيت أحدا من أمتي فسلم عليه يطيل الله في عمرك. هذا من فوائد السلام أيها الأحباب، أن الإنسان إذا أكثر من السلام على إخوان المسلمين يطيل الله في عمره. إذا لقيت أحدا من إخوانك المسلمين فسلم عليه يطيل الله في عمرك. ثم قال: وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكثر البركة في أهل بيتك. من مننا في هذا الزمان أيها الأحباب لما يدخل على أهله ويسلم؟ ما منا إلا يمكن القليل الذي يفعلون هذا العمل، لكن السلام على الأهل أيها الأحباب يطيل، يعني يكثر البركة في بيوتنا. إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكثر البركة في أهل بيتك. هذا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها يعني الخير والبركة. ثم قال: ولا تدع ركعتي الضحى. وكأن ركعتي الضحى هذه يعني فيها خير كبير. أقل صلاة الضحى ركعتين، وأكمله 4 ركعات، أفضله 4 ركعات، وأكمله ربما تصل إلى 8 أو أكثر من ذلك. لكن شوفوا الوصية كيف قال. لا قال: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكثر البركة في بيت أهلك، ولا تدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين. أنت إذا أردت أن تتقرب إلى الله تقرب بهذه الصلوات المباركة، صلاة الأوابين، تحافظ على صلاتك الفريضة في جماعة، هذا كله قرب إلى الله سبحانه وتعالى ويثيبك الله سبحانه وتعالى عليه. ثم بعد ذلك أيها الأحباب يأتي السلام. شوف بعض الناس لما تسلم عليهم، طبعا السلام هذا سنة، لكن رد السلام واجب. لما تسلم على واحد من الناس يقول لك أهلا وسهلا. لا أهلا ولا سهلا، ولا أهلين ولا سهلين، هذا ليس رد للسلام، وإنما أن تسلم عليه بقولك وعليكم السلام، هذا أقل السلام، حتى يثيبك الله على هذا الكلام. في جلسة من جلسات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاضر فيها، وكان قد مر عندهم رجل وقال: السلام عليكم. فردوا عليه السلام، قالوا: وعليك السلام. قال عليه الصلاة والسلام: 10 حسنات، يعني 10 لما ترد على أخوانك على أخيك المسلم بقولك وعليك السلام. مر رجل آخر بعد ذلك قال: السلام عليكم ورحمة الله. قالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: 20، يعني 20 حسنة. مر بعد ذلك رجل ثالث قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عليه الصلاة والسلام قالوا الصحابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 30 حسنة. شوف كيف أكمل السلام أنك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يردون عليك وتنال الأجر الوافر من الله تعالى. هذا نعمة كبيرة أيها الأحباب. بل أنه ورد في الحديث: إذا التقى المسلمان فسلم أحدهم على الآخر إلا كان أحبهما إلى الله أكثرهما بشرا وبشاشة لأخيه المسلم. شوفوا ربما السلام عاد ما ينفع، وإنما أيضا طلاقة الوجه وكذلك أيضا الاستبشار بأخيك المسلم هذا مما من آثار السلام. قال: إلا كان أحبهما إلى الله تعالى أكثرهما بشرا وبشاشة لأخيه المسلم. وأيضا يعني رد السلام يكون بالتي هي أحسن، مثل ما قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إما أن تردها وإما أن تكون أفضل منها. لو مثلا واحد سلم عليه قال لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بإمكانك أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويعني ورضوانه وما إلى ذلك من الكلام، يثيبك الله سبحانه وتعالى ثوابا عظيما. ثم بعد ذلك أيها الأخوان شوفوا هذا السلام مطلوب حتى لمن دخل بيته ولم يكن في هذا البيت أحد، أو مثلا دخل دكان أو محل ولم يكن في هذا المحل أحد، تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين. ماذا تقول؟ تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن عباد الله الصالحين موجودين في هذا المكان لكن أنت ما تراهم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
بل أننا حتى إذا مررنا على المقابر، هذا المقابر طبعا فيها مسلمين، من واجبنا أننا نسلم عليهم. ماذا نقول؟ في مرة من المرات واحد يسمى من الصحابة يسمى أبو رزين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن طريقي على أهل المقابر، فهل لي كلام أتكلم به معهم؟ قال له النبي: نعم، قل: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، أسأل الله لنا ولكم العافية. فقال أبو رزين: يا رسول الله، وهل يردون على سلامي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى يا أبا رزين أن ترد عليك بعددهم الملائكة؟ الملائكة يتولون الرد على سلامك. وهكذا أيها الأخوان، نجد أن السلام يعني تحية مباركة، الله سبحانه وتعالى هكذا سماها، قال وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلكم تحية من الله مباركة طيبة. بعد ذلك أيضا من حقوق المسلم أيها الأخوان، وهو إذا عطس نحمد الله. شو كم من الناس الآن يعطسون وما يحمدون الله، وهذا طبعا خطأ. الإنسان إذا عطس، هذا نعمة عظيمة، أنعم الله تعالى بك أنك قد عطست، وبالتالي تقول الحمد لله. الذي يسمعك يرد عليك يقول لك: يرحمك الله. وإذا بغيت عادك الأجر الوافر، أن ترد عليه وتقول له يعني يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا العطاس أيها الأحباب ورد أيضا، والحمد ورد أيضا التشميد، هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. أما الأمر الثالث من حقوق المسلم على أخيه المسلم، عيادة المرضى، أنك إذا مرض الإنسان واحد من أصحابك أن تزوره في عيادة المرضى، يعني من الأجر الذي لا يحصى أبدا. ورد في الحديث: من زار مريضا في الصباح استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زار مريضا في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. نعم وفضل كبير. ومن زار مريضا خاض في رحمة الله إلى حقويه، يعني مثل البحر، لما تدخل البحر إلى منتصفك أنت في رحمة الله، تخوض إلى منتصفك لأنك يعني زرت مريضا. نعم وفضل كبير أيها الأخوان، زيارة المرضى فيها من الأجر الذي لا, 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 لا يخطر على البال. كذلك من حقوق المسلم أيها الأخوان، إذا مات تشيعه، إذا مات الإنسان أن تشيعه. من صلى على مسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى قيراط كامل، والقيراط يعني من الأجر مثل جبل أحد. وعادك شيعته بعد الصلاة وإلى مثواه الأخير أعطاك الله قيراط آخر. نعم وفضل كبير أيها الأخوان. ولهذا لا يقصر الإنسان دائما في حقوق المسلم. لا ينبغي أن نغتاب المسلمين، لا ينبغي أن نتكلم عليهم، وإنما دائما ننصح لهم ونشاركهم في أحزانهم وفي أفراحهم، وكذلك أيضا يقوم بواجبنا نحوهم، حتى سبحانه وتعالى ربي يدخلنا الجنة ونحن متحابين في الله ونحن متآخين في الله. على هذا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يقبلنا على ما فينا، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في أيامنا كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أكرمنا بما أكرمت عبادك الصالحين، اجعل لنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالم، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الكون.
سرني ومظهراني قاسمي إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهلي ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ترابي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين ولايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معرورة وصورة فاتح الله سيدي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله ثم الرسالة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وإلى السادة سيدي عبد الله بن عبد الرحمن ولنا لكم يا حاضرين ربنا كل اللهم اجعل لنا ذنبا لا غفرته ولا عملا فرجته ولا حاجتنا معاجبين والدنيا لا قضيتها ويسرتها اللهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة شائمة على كل وإلى حضرة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك